الذاتي. السر في نجومية الكابتن محمود الخطيب ان هو كان لاعب من اكبر اللاعبين اللي انجبتهم مصر في المهارات وفي احراز الاهداف، كمان ان هو رجل يتمتع بسمعة طيبة، خلقه العالي، كل ده محبب الناس فيه. ان هو بيتعرض لاستفزازات كبيرة جدا، بيتعرض لنقد كبير جدا، ولكن نجده لا يرد ويترفع عن الرد، فكل ده بيكسبوا ثقة وحب لدى الجماهير ولدى المسؤولين. ويا ريت ان احنا نجد كل المسؤولين في الرياضة بنفس اخلاق الكابتن محمود الخطيب.